افتتحت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة جناح مملكة البحرين في معرض السياحة والسفر العالمي والذي بدأ فعاليته في قلب العاصمة البريطانية لندن. نعم، شهد جناح المملكة إقبالا جماهيريا كبيرا عكس نجاح المشاركة البحرينية هذا العام. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. مشاركة واسعة وحضور مميز لمملكة البحرين بين أكثر من 160 دولة تشارك في فعاليات معرض سوق السفر العالمي بالمملكة المتحدة هذا العام. الوفد البحريني المشارك تترأسه وزيرة السياحة سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي. المشاركة المميزة تأتي تعزيزا لمكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية. طبعا مشاركتنا في السنة في المعرض WTM تأتي لترويج عن البحرين كوجهة سياحية، وإحنا دائما نحرص على أن نشارك في هذه المعارض سواء كان هنا ولا في برلين أو في أي معارض أخرى، ونأخذ هذه كفرصة للتعرف على شركائنا في هذا المجال وكيفية التعاون ما بيننا وبينهم بحيث أن نرتقي باسم البحرين لأعلى وأعلى من خلال البحرين تكون كوجهة سياحية يتوجه إليها كل السياح. نعمل منذ 17 عاما بالبحرين ونحرص على المشاركة بالفعاليات الدولية الهامة، والآن نحن في لندن والمعرض يبدو جيدا للغاية باعتباره أحد المعارض الهامة ونافذة للسوق الأوروبية. لقد أبرمنا عددا من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون خلال هذا المعرض، كما نتطلع للمزيد هذا العام. والله المشاركة مش أول مرة نشارك في المعرض هاي، كان في سنين كثيرة شاركنا في المعرض كمكتب سياحة، والحمد لله هالسنة كان أول يوم كان في عندنا عدة اتفاقيات. اجتمعنا مع الشركات السياحية من مختلف دول العالم وعملنا اتفاقيات لجلب سواح لمملكة البحرين، وأكيد الزيارة حق المملكة البريطانية هنا ويكون المعرض موجود هو من أكبر المعارض اللي موجود في العالم، ولازم يكون التدفق السياحي حق البحرين يكون أكبر إن شاء الله في المستقبل. جناح المملكة شهد مشاركة عشرات الهيئات الحكومية والخاصة، كما شارك به أشخاص وفنانون قدموا بفنونهم التراث البحريني بطريقتهم الخاصة. السنة البحرين شاركت في المعرض وكانوا مختارين أشياء جديدة وشيء متميز يظهر المواهب الشابة البحرينية دعم من وزارة السياحة، فأنا شاركت كموهبة بحرينية الوحيدة في البحرين للرسم على الرمال، أعرض بعض اللوحات اللي تتكلم عن المعرض وعن مملكة البحرين على الشاشة اللي فوق. ويعد معرض سوق السفر العالمي منصة رائدة لعرض الوجهات السياحية أمام آلاف المشاركين والزوار، ما يتيح طرح عروض وبرامج سياحية مبتكرة تسهم في تنمية القطاع السياحي بالمملكة. حضور مميز لمملكة البحرين خلال معرض السياحة والسفر هذا العام، مما يعكس اهتمام المملكة بهذا القطاع الحيوي الذي عاود النهوض بعد فترة ركود فرضتها جائحة كورونا. محسن حسني، تلفزيون مملكة البحرين، لندن.